فاجعة في طنجة، قتلى في صفوف عمال معمل تحت أرضي تسربت إليه مياه الأمطار. السلطات المحلية انتشلت صباح اليوم الاثنين 8 فبراير جثة 24 شخصا مع إنقاذ 10 آخرين. سبب الحادث تسرب مياه الأمطار داخل واحدة صناعية سرية للنسيج جراء التساقطات المطرية التي تشهدها المنطقة. واحدة صناعية سرية في مرآب تحت أرضية في فيلا سكنية بحي الإناث بمنطقة المرس في طنجة. مياه الأمطار تسببت في محاصرة عدد من هؤلاء الضحايا الذين كانوا يعملون في داخل هذه الوحدة الصناعية. الحصيلة وللأسف مرشحة للارتفاع في ظل تزايد عدد الحالات الوافدة على مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس. السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية مكنت تدخلاتها من إنقاذ 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى الجهوي، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين. هناك رواية تفيد بأن تسرب مياه الأمطار بشكل كبير أدى إلى تضرر التجهيزات الموصولة بالكهرباء، ليتسبب ذلك بصعق عدد من العاملين، فيما فتحت السلطات المختصة بحثا للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.